يا سيدي. السلام عليكم يا ست هدير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك؟ السلام عليكم يا ست هدير. لا أنا اسمعيني من فين؟ التليفون يا هدير، واقفلي التلفزيون يا سامعني هدير. حضرتك؟ أنا هو بسمع حضرتك من التليفون. طب يلا قولي يا ست الكل. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا متجوزة بقالي 6 سنين، 6 سنين. حلو. متجوزة ببيت عيلة، بس حماتي مش ساكنة معايا، بيت عيلة إخوات بس، طيب إخوات وسلايف بس حماتي إيه يعني، رايحة جاية وكده. طيب المهم معلش انا هطول عليك ومتوتره شويه عشان اول مره اكلم حضرتك طيب يعني. المهم انا اول 3 سنين كان عندي مشاكل في الخلفه اللهم صل على النبي، كان عندي مشاكل في الخلفه وكده. المهم عملت عمليات وكده وخلفت معايا ولدين دلوقتي. فضلا من الله ونعم. حلو. في خلال ال3 سنين دي كان زوجي كويس معايا، ويعني الحياه ماشيه، عايزه مشاكل تحطنا ومشاكل تجيبنا، بس الدنيا تمام. ايه مشاكل السؤال مامتي بقى ولا هدير؟ تعد ولا تحصى كتير قوي، لدرجه ان ايه تمام. جيت خلفت يعني اهله ما عبرونيش خالص. طيب عادي، اتغصب عليا ان انا اروح لاهله ماشي. ورحت. طيب جت اتغصب برضو يا هدير ولا انت رحتي اكرام لزوجك وجبر لخاطره؟ تفرق. بص، اكرام لزوجي. طيب يبقى ما اتغصبش يا هدير، كملي. لا اتغصب بمعنى ان هم فضلوا مش يضغطوا عليكي، على زوجك. ما هو على زوجي، طيب كان زوجي يحصل نكد في بيتي، فاضطريت في الاخر ان انا اروح. طيب ماشي. ما علينا يا شيخ، انا بحكي لك بقى على ايه. تاني خلفه حصل نفس الحكايه. طيب تاني خلفه حصل نفس الحكايه. اللهم صل على ايه السؤال يا هدير؟ علشان الخط، عشان الناس بتتصل. ايه السؤال؟ ماشي. تاني خلفه حصل نفس الحكايه، خدت موقف ما رضيتش اروح. طيب برضه رحت عشان خاطر جوزي. بعد كده حصل رحت، بس ما يعني ايه، اتعاملت عادي يعني، اتعاملت عادي جدا. طيب جت حصل بعدها مشكله، فمامته قعدت ايه شتمتني شتايم وحشه جدا. طيب دعاء وحش جدا طيب جدا، دعاء بالسرطان، شتايم طيب قذره. طيب انا مش واخده على كده في بيت اهلي يعني، انا طيب عمري ما شتمت كده. ايه السؤال؟ المهم ايه، عديت بتاع دوت. قلت لا انا مش هروح تاني واعتزلت، وقلت له طيب بص انا ماليش دعوه بحد ومش رايحه، ودول اهلك وعم ربنا فيهم ويعلم ربنا يعني. انا بقول له اعلى مامته أكرمك الله. وبقول ها إيه السؤال؟ وكلام من ده. جه رمضان، مامتي قعدت تقول لي حرام عليكي وعشان خاطر يا هدير جوزك. قولي لي السؤال. إيه السؤال؟ السؤال يا شيخ، ان انا كان حصل عندهم عزاء من فتره، انا طيب واخده جنب، طيب حصل عندهم عزاء، رحت حضرت العزاء ده. كويس. اتقابلنا مقابله وحشه، ما طيب فتحناش انا ووالدتي، ما فتحناش بقنا بكلمه، ماشي. قلنا ما ينفعش نعلق عشان احنا في عزاء. طيب جنب بعد العزاء قالوا له ده مراتك جت ما ضحكتش مع عمك وما هزرتش مع عمك وما عملتش. فجي كلمني ايه قلت له السؤال يا هدير؟ العزاء ده السؤال عشان هيقفل عليكي. السؤال السؤال، انا من يوم المشكله بتاعت العزاء دي، كل في يوم من ساعتها في مشاكل مع جوزي، نكد، ما بنكلمش بعض. جوزك سامعني؟ لا جوزي مش سامع. طيب سجلي بقى من الحلقه وينزلوا لك المقطع ده، جوزك يسمعني. انت عايزه ايه دلوقتي؟ عايزه احل القصه بينك وبين جوزك، صح؟ بس اسمعني معلش، نعم. انا في نكد وما بنكلمش بعض، وقلت ان هو حتى ايه ليه ما لفيت ان هو بيتكلموش بعض؟ ما بنكلم. لا انا في بيت اهلي حاليا، طيب لان انا خلاص انا قلت لاهلي انا جبت اخري، انا تعبت من المشاكل دي، تعبت من اسلوبه. يعني هو حتى مستقبل ان هو يراضي، طيب اتغير المره دي يعني، حتى كل مره يقول لي معلش اهلي ومش عارف ايه. بقالنا كده داخلين في شهرين ما بنكلمش بعض، مستقبل ان هو حتى يتكلم، طب ايه السؤال يا هدير؟ مستقبل الله يرضيكي. نعم. ايه السؤال؟ السؤال يا شيخ، ان انا مش عايزه اكمل معاه، هل ده في ظلم لعيالي؟ يا شيخة قولي كده من الصبح. شكرا يا هدير، شكرا يا هدير. معاك مين يا ابن الله؟ ايه؟ ام حنين. هات ام حنين يا ابني. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ يلا محمد؟ سؤالك يا ست ام هادي ام سؤالي حنين. سؤالي ان انا متجوزه بقالي 11 سنه، طيب 10 سنين منهم كانوا كويسين جدا، المشاكل الطبيعيه اللي في اي بيت. الحمد لله. بقالي سنه واحده عايزه سكتي، تطلقي؟ بقالي سنه واحده عايزه سكتي. تطلقي؟ لا يا شيخ. طيب ها، بقالي سنة واحدة سلفتي بتقول ان انا بعمل لها اعمال وكده، واخو جوزي، ايوه، وعمالين يلفوا على الناس الدجالين، وكل ما الدجالين يقولوا لهم كلمتين يجوا يقولوا لجوزي. يعني انت اللي عملت العمل؟ واخر حاجة يا شيخ، انت اللي اهل عملت جوزي العمل؟ والله بريئة يا شيخ من اي حاجة زي بس كده، انا خلاص. بصلي وملتزمة في الصلاة. زوجك بيسمعني؟ ايوه. طيب شكرا لزوجك. شكرا يا شكرا يا محنين. عندك حاجة تانية يا عم؟ طب اقف عليا شوية الله يرضيك. اروح لست هدير معايا كده، ارجو نفهم الكلام وما نقطعوش.
وما نجتزئهوش. امك تدخلك الجنه وتدخلك النار، وزوجتك تدخلك الجنه وتدخلك النار. ركزوا في الكلام ده. مفيش عندنا في الاسلام تداخل في الحقوق، في عندنا حقوق متوازيه متساويه. الاسلام اقر لامك حق واقر لمراتك حق. طيب يا عم الشيخ، امي غلطت مره واثنين وثلاثه، وعفت الزوجه مره واثنين وثلاثه. خد بالك، عفت مش اتلوت، مش اتلوى درعها بالمعيشه او بعيالها او بالطلاق او بعدم الكلام او بالهجر او بقله الادب والنكد، لا، هي عفت اكرام ليك، جبرت خاطرك انت زي هدير ما بتقول وبتدعي، راحت مره واثنين وثلاثه. جزاها الله خيرا ولها كل الشكر والتقدير من البشر ثم من العليم العلام في الاخره ان شاء الله. طيب السؤال الاهم، امي غلطت واحنا كلنا مقرين انها غلطت، بس خلي بالك يا عم الشيخ، ما ينفعش امي تيجي تعتذر لمراتي. مين اللي قال؟ انت. يبقى انت بترتكب اسم عظيم. امك، يبقى هي امك تسمع الحلقه دي خدتها العزه بالاسم، اللي غلط يجي يعتذر. ازاي يا عم الشيخ؟ يلا السوشيال ميديا، اللي الصحافه، يلا فابريكو، ازاي شيخ ازهري يطالب الام بالاعتذار للزوجه؟ اه يا حبيبي، لما تغلط تروح وتعتذر، مش انا اللي اروح لها كمان، هي اللي تيجي لبيتي وتعتذر، وتعتذر بالطريقه اللي انا اشوفها، هنتني قدام الناس، تطيب خاطري قدام الناس. هي امك مش اعظم من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في اعمى نزلت قصته في القران في سوره عبسه، جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي لقى وفد من قريش داخل، فقام ساب الاعمى بدون استئذان طمعا في ان يسلم هذا الوفد، فالاعمى عز عليه، كان اسمه سيدنا عبد الله بن ام مكتوم، قال وانا قليل القدر، انا قليل عشان النبي يسيبني ويقوم لدول؟ ما ينفعش. تاني يوم ما صلاش ورا النبي، النبي عايز يروح له، قالوا له ما ينفعش، انك لعظيم القدر جليل المنزله يؤتى اليك. تالت يوم ينزل القرآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. نزل القرآن يعتذر عن النبي لعبد الله بن أم مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أم مكتوم فرح وجه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي كان لما يشوفه يبوس إيده. مين اللي يبوس إيد مين؟ النبي بيبص ايد عبد الله بن ام مكتوم. تاني، النبي نبي الامه خير خلق الله قاطبه، يبص ايد عبد الله بن ام مكتوم، اه، ويقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. شوف الجبال، فمك اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن خالص. امك اعظم من ابو ذر اللي حط خده على الارض وقال لازم بلال يدوسه على وش بجزمته علشان انا زعلته؟ لا يمكن خالص ابدا. فعلشان كده يا سادة، كل ام، انا بقول لك اهو، الغلطة في جوز بنتك او الغلطة في مرات ابنك، ركزي ركزي في الكلام ده كويس قوي، يوم القيامة ربنا مش هيطبطب عليكي لو انت عايشة وزلانة بالمعيشة، ولا الطلاق، الطلاق محاكم واقسام وخرب بيوت وتعيشونا غصب عننا، لا، يوم القيامة ما عنديش ربنا الكلام ده. يوم القيامة ربنا سماه يوم الفصل، هيتاخد الحق منك على رؤوس الخلائق، فتنازلوا عن العزة بالاسم، واللي غلط يروح يعتذر. كبير صغير، ما عندناش في الإسلام كبير صغير، إلا لما أنا أعفو بمزاجي، لما أنا سامح بمزاجي، لما أنا أتجاوز بمزاجي. ها، كان مرة من المرات قبل الفصل يا سيدي، حاضر دي واحدة، مرة من المرات أنا ضربت مثل مع أستاذتي الإعلامية الجميلة الأستاذة دعاء فاروق،
وقلت كده بالنص، افرضوا دعاء فاروق ادتني بالقلم، فقالت لي ما اقدرش يا فضيله الشيخ، قلت افرضوا. يجوا في القناه بقى يقولوا لي دي دعاء فاروق ما ينفعش. ايه يا عم؟ عفى الله عما سلف وخش. لا، الاسلام ما يقولش كده. الاسلام يقول الشيخ ده ذليل ما يستحقش يشيل شرف الاسلام ولا يحمل تاج العلم والايمان. امال ايه؟ ايه الحق ايه؟ ان دعاء فاروق زي ما ضربتني تقف قدام الناس وارفع ايدي املك ان انا اديها القلم وبعدين اقول لا ما ينفعش ان انا اضرب ست، عفوت عنك بس قدرت. قدرت، هنا اسمها مسامحه، ما اسمهاش ايه؟ مذله. ما عدا ذلك دخلت الحلقه وسكت وكتمت غيظي وامري لله، اصل هينصروا دعاء فاروق مش هينصروني، يبقى مذله يا حبيبي. يبقى دنيه، رضيت الدنيه في نفسك. اختنا هدير بتقول علي ذنب لو طلبت الطلاق، الطلاق عموما راجل او ست ما عليكش ذنب لو انت شايف ان انت استنفذت كل وسائل الاصلاح او استنفذت كل وسائل الاصلاح ومش قادر تكملي. ربنا جعل الطلاق ليه؟ وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته.